المكان شارع العطار في الزمن اللي فات. تدخل عليه تلاقيه قاعد وسط التليفونات، الإنجليزي واللي ياباني واللي اتصنع في العشرينات. غاوي يجمع كل شيء له علاقة بالماضي القديم، وجرامافون تسمع عليه أجمل الأغنيات. ازي حضرتك يا عم حسن؟ ازيك انت يا فندم؟ ميرسي والله يا عم حسن ان انت قابلتنا. ربنا يخليك، انت تستاهل اكتر من الله كده. الله يخليك يا عم حسن، ربنا يديك الصحه، كل سنه وانت طيب. انت بألف صحه وسلامه يا عم حسن. ربنا يخليك. احكي لي بقى، المحل الجميل بتاعك ده، القطعه الاثريه في شارع كله محمولات وراديوهات على فكره، على فكره المحل ده الغرب ودول اوروبا بيطلقوا عليه متحف جراهام بيل المصري. متحف جراهام بيل المصري. جراهام بيل المصري، واخد بالك؟ في الدول العربية. مخترع التليفون الكسندر جراهام بيل المصري. بس انت حافظ التاريخ كله يا عم. الحمد لله، الحمد لله. الشارع ده ايه يا عم؟ ده شارع العطار. ها، مشهور في العتب. كان في الاول جميع اي حاجه تدخليها تصلح هنا. تليفونات. اي حاجه. راديوهات، كل ترانزستور الصغير ده. كل حاجه كانت موجوده، وادوات كهرباء والكلام ده كله، بقطع غيارها بكل حاجه. دلوقتي لما دخل المحمول بقى كله بتاع محمول. صحيح. ما فضلش بقى الا احنا. ما فضلش الا انت. القطه حبيبتي دي. دي مين دي؟ دي القطه بتاعتي. اسمها ايه؟ اسمها بيسا. بيسا. بيسا حسبي نشوف التليفونات يا بيسا. فانت عندك اكبر مجموعه من التليفونات هنا يا عم حسن. انا عندي التليفون ابتداء من 1895 يا 29 اكتوبر. انا واحد اقدم تليفون اللي بمنافيلا. اللي عايز يشغله بقى ده مع ده يدور كده، يضرب جرس هنا على ايامه. على ايامه. بص يا عم حسن، احنا كان في بيتنا في الارياف، يعني كنا من الزرقاء. احنا بالزرقاء. انا من الدقهليه. انت من الدقهليه؟ ده ورقمنا كان 808 الزرقاء. ايوه. انت كان عندك بقى ده بعديه بكام سنه؟ ده لا، ده بعديه، ده من 1918. لا ده جديد. انت قلت لي ده 1800. 1800 ده عتيق جدا. معايا؟ لكن ده اللي كان عند العمد بقى زمان. كان بيطلقوا عليه العمده. ده اللي هو العمده. بتمثل بيه الزوجه الثانيه. ده فيلم صلاح منصور. صلاح منصور. عايزه اشوفه النبي يا عم حسن لو ما فيهاش مضايق. لا ازاي بقى؟ وده بمنافيلا برضه. ونقول الو يا بندر. هو شغال. شغال؟ لا يا راجل. ده ايه اللذاذه دي؟ هو ده بالظبط. احنا كان عندنا في الدوار في السنبلاوين. السنبلاوين، انا من السنبلاوين اصلا. كان ده يخدم ايه بقى؟ يخدم العزبه اللي احنا فيها كلها. كلها. طبعا. واحنا كمان يقعد يعملوا كده. ايوه، معاك حراره ده. بقى هيجي ايه ده؟ حراره زي بتاعت زمان. ايه يا عم حسن ده؟ فاضي شويه نسمع حته بعيده على التليفون دوت. فاكر زمان لما كان يقول لك هات الواد مثلا حسين ده اللي بيعرف يجيب الحراره؟ ايوه. ولا هات البنت دي عندها صبر على الحراره. عندها صبر على الحراره عشان تفضل قبل ما يجيب. طب وكان ليه الحراره تتاخر يا عم حسن؟ ايه السبب؟ كان هو كله ايه؟ كان هو كله منافيلا والجاك، عقبال ما اللي قاعد يحول هنا ويحول لا هنا. لا بس حتى على ايامي من غير منافيلا ولا لا حاجه. لا كان على ايامك. ايه يعني ده كان على ايامك ده؟ على أيامي. لما كنت تيجي تطلبي هنا وتمسك اخر نمره ولازم تتكي عليها قوي وبتاع، لان كانت اللاريهات كلها قد ايه؟